سؤال. انا فولونتير مطعم جزائري، وكنت جماعه احنا تبرعت حق الدوم الناس المحتاجين في شهر رمضان باذن الله. ان شاء الله نلحقوا القوانين لو كان ما نديروهاش حنا شكون يديروها؟ كاين الناس المحتاجين ما عندهمش شكون يبنوا، ماذا بينا ندخلوا الارض ونتعاونوا الناس المحتاجين بالتبرعات تاعهم. هادو اللي شاريو لقاوهم ديفون لي كاس. هادو الناس اللي ما طولناش لي برودوي اليمونتير جاو من دون مطره. هادو باغ اكزومبل كنديرو دوكا لي كوفا تاوعنا، الكوفيف تاوعنا زعما كيقدر يحس فيهم الزيت، يحس فيهم السكر ولا بعد راهم حنزيدو نجرو باش يكون الكوفيف تاوعنا اكيليبري يكون فيهم كلش. عزيز جي كومونتير راه زين في الكلاك، رانا خدامين هنا كوتش بودا وهي ماشيه، لي فامي راهم يتفاعلوا معنا، لا باس اللي جاي راهم كيتفاهموا بيناتنا. الناس اللي زعما جاوا الصفر وارتاحوا بينا دوكا تسوا تحبوا تخدموا معنا، رانا كل يوم هنا من 6 ولا لي فامي اللي حبوا يعاونوا قول لهم لي مازال كاين بزاف عائلات محتاجين يستناو فيكم، روحوا لارديس قدموا لنا المواد الغذائيه خاطر الناس اللي يستناو فينا باش نقدموا لهم لي كوفا تاعهم.